بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة رف الدبوك، أهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده إن شاء الله حنشوف زراعة الكركديه، هل هي مربحة ومجزية ولا لا. احنا بنزرع الكركديه في شهر 6 وبنحصده في شهر 12، يعني اعتبروها كحاجة كدراسة جدوى، حاجة إن شاء الله تستفيدوا منها، فتابعونا. بس ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو واشتراك في القناة المشتركش، لأن أغلب اللي بيشاهدونا غير مشتركين. الله يديك العافية أبو كرم. لا بارك فيك يا شخرف. بالنسبة للقرقدان عايز زرع هو في شهر 6 ولا إيه ولا إيه؟ آخر 6 معك 6 ولحد 15، يعني لحد ممكن آخر 6 أول 7 يمشي برضه. يزرع برضه؟ لحد أول 7. والجمع بتاعه يكون في إمتى؟ في 11 في شهر 11. يعني تقريبا ياخذ 6 شهور في الارض ممكن؟ ياخذ 6 شهور. 6 شهور. طب مكلف زراعه القرقدان يا اخي؟ يعني في ناس متابعين على يسالوا هل هو مكلف؟ لا هو كزرع مش مكلف في الاول. التكلفه نيته في الاخر في الجمع بتاعه. في الجمع، يعني التكلفه بتاعتها تبقى في الجمع. يعني مشكله الكركديه في الجمع بتاعه. في الجمع بتاعه. طب ليه المشكله في الجمع يا اخي؟ لان الحريم هتاخذ لك الكيس مثلا ايه ب 7 جنيه و 8 جنيه اللي هي الصفيحه دي. اللي هم يفصصوه يعني. اللي يفصصوه وانت هتقب مثلا بانفار وجرار وتدي لهم حد الباب برضه. ياخذ منك هو ايه الصفيحه يقول لك ب 7 جنيه و 8 جنيه. فانت شوف الفدان حيجيب كام صفيحه معك، فالتكلفه هتبقى هنا يعني. طب بالنسبه للارباح يعني كويسه ولا؟ لا كويسه معقوله، بس بيخش على 95 تكل. 95 ايه؟ 95 جنيه الكيلو. 95 جنيه الكيلو. طب الفدان ينتج كتير؟ يعني حوالي كم كيلو كده؟ يعني ممكن لو فدان كويس يعمل له 500. 500 600 لو زرع زين. يعني يعتبر التكلفة مع الانتاج مع الارباح يعتبر زرعة مربحة. يا كويس، مش وحش. مش وحش يعني، لو صاحبها نجبها ولمها كويس حلوه. في ناس هتبيعها عرش، يعني التاجر ياخذها منك في ارضها. في ارضها. بس دي يعتبر انت هياخذ مكسبها التاجر يعني، مش انت. لان حيشتري البدانه ب 10,000 8,000 يعني زي كده. ايوه هو حيفسس ويشيل التكلفه دي، هو طبعا حسب السعر اللي يبيعه، يعني حسب ما الوضع يكون معاه، حسب السوق يعني. حسب السوق. طب بالنسبه للقرقدان الابيض هل برضه نفس الحكايه يعني ولا يختلف؟ الابيض يختلف في حاجه واحده. الابيض بالصلاه على النبي، يعني ايه تكلفته بسيطه بالنسبه لده، وانتاجه احسن. وزنه يعني يجيب في الوزن احسن من اللحم. يعني ممكن ينتج اكثر من 600 كيلو الفدان؟ ممكن. ممكن يجيب 800، ممكن يجيب 1000 لو فدان زين. ما شاء الله. كله لو فدان زين يعني. ما شاء الله. صعبة حكايته، صعبة في الشركة، تروح تودي الشركة نفسك مش تاجر يعني. يعني اللي هو الابيض ده؟ تروح انت تودي الشركة ومتعاقد مع الشركة. وهتستنى فلوسك مثلا فترة حتى يجيك بعد شهر بعد اثنين. لكن ده الحمر ممكن قبل ما تعمل تقبض، يعني قبل ما تفصص. الابيض ده يكون اورجانيك، لكن الاحمر لا عادي، زراعه عاديه خالص. زراعه عاديه لكن ده اورجانيك. القرقدان الابيض اورجانيك. الله يديك العافيه ابو كرم. الله يبارك فيك. الله يساعدك، الله يقويك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. دلوقتي في ناس هتسال ابو عبدو، امتى هتزرع القرقدان بتاعكم ده؟ ويكلف كام الفدان؟ والانتاج يعني تقريبا يكون كام كده؟ لا مش مكلف هو. هنزرع في شهر 6 هيك. شهر 6؟ شهر 6. بعد القمح على طول. وبيوجه بحري اضرب في شهر 4 يعني اللي الساقعه. قبلينا يعني؟ مش عارف عشان الجو عندهم برضه ايه؟ عايزين حق التخديف والحراره شويه حق الجو. جميل. الانتاجيه كانت تصل على ليفل الله اكبر، يعني معدل الفدان هو جايب 1000 كيلو. الفدان 1000 كيلو؟ 1000 كيلو. ما شاء الله. يعني 1060 60000 كيلو. فبرضه بس جه طبعا في حته في الشركه اللي هم عاوزين حاجه نظيفه. احنا هنا ناس يعني معلش مع احترامي ليكم برضه بعبينا في عشوائيه، يعني ما خدناش حاجه حقها، ادي الحاجه حقها ونظافتك تاخذ جوده. ايه هو شركه عاوز حاجه نظيفه.
وراجع صدر برا وراجع عاوز حاجة عشان تقضي. تمام. في غلة تروح معانا والشوائب وكلام من ده، حتى في التقضية حتى الناس صلى صليه. ده فرق معاهم، فجت بالنسبة جت حسبة الفدان حسبة الفدان على الفدان. الحمد لله. الحمد لله. بقى. ربنا يوسع عليكم. طبعا أخذ كثير في الأرض القرقدان؟ 6 شهور. 6 شهور. يعني الحصاد كان في على شهر 12. شهر 12. الحمد لله. طب ان شاء الله انا وين تزرع ان شاء الله السنه دي؟ ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله ما شاء الله. حاجه اورجانيك وحاجه نظيفه. انا الطماطم فيها، انا عم بقول لك بنقول لك اورجانيك بس على شكل مركز انت بتحب تشتغل. يعني امانه يعني عشان مكتب عاوز شفاته جميله بابا. لك اللي انا واكل عيال واكل غير برضه. هذه بفضل الله يبارك لك. والسبب والكمبوست دائما خليها في ارض حتى تحافظ على الارض تزيد في ذوق الارض وتجود ارض الارض. فهذه انا على اعمل الكمبوست عندي في البيت برضه. والطريقه الحديثه اللي اخذت الفرقه في كانت في منظمة فات عندنا بصراحة في أولى الأمور اللي احنا نبدأ في حكاية السماد العضوي وفر لنا كثير وحاجة نظيفة حاجة نظيفة أذكر أرض مثل بسيط أرض هذا رابع فعلا شايف كل جودة الأرض ما شاء الله ما شاء الله حتى النسر الجذور بتاع الطماطم ما يمشي عليها يمشي عليها. الله يديك العافية يا عبد ربنا يوسع عليك يديك الصحة وكل طيبين وانت طيب يا عبد بارك الله فيك الله يبارك فيك وبارك الله فيك نحن نوصل صوت للناس احنا عايزين نستفاد ونفيد الله يبارك لك يا عبد والله حتى حلوة يعني انا ممكن ناخذ معلومة وكان برضه بسبب برنامج في علاقات صدرت معي انا من البحر ومن جماعة الجو مختلف والزراعة مختلفة عم بدلوا بعضنا وعن نتراعوا ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش فدي حتى حلو ربنا يبارك لكم ان شاء الله الله يبارك لك يا ابو عبدو ويوسع عليك وان شاء الله دائما نقدر حصل يا عبد بصدق مشكله دائما تفيدنا نقدر بمعلوماتك وبخبراتك الله يبارك فيك يا ابو عبدو الله يسلمك بارك الله فيك السلام عليكم الله يبارك فيك كل سنه وانت طيب يا اخي بارك الله فيك